وبناء على توجيهات كريمة من صاحب السمو أمير البلاد وبرعاية كريمة من سفارة دولة الكويت في تركيا ومؤسسة آفاد، تم افتتاح قرية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مخيم إنجيبينار في مدينة كليس بحضور والي المدينة ومسؤولي منظمة إيهاها. ويعتبر هذا المخيم من أهم مشاريع الإيواء للاجئين السوريين في تركيا، حيث تم بناء 1248 وحدة سكنية وتجهيزها بوسائل المعيشة والراحة، بالإضافة إلى بناء وتجهيز مدرستين وروضة ومركز للخدمات ومسجد ومركز صحي وتوفير الخدمات الأساسية لسكان هذا المخيم. وبلغ إجمالي الإنفاق على هذا المشروع 11 مليون دولار أمريكي. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نتوجه في نهاية حملة نحن معكم بالشكر العميق لدولة الكويت شعبا وحكومة، وعلى رأسهم قائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى حكومة تركيا الشقيقة وشعبها المضياف، وإلى المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة وصناع البسمة على وجوه المحتاجين.